السلام عليكم، حياكم الله اخوان. طبعا اليوم بدرس اليوم راح نسولف يعني عن كيفية إضافة أول محاضرة تفاعلية للمنصة، يعني تفاعلية مع الطلبة. ده طبعا أنا داخل بالحساب الشخصي مالتي حيدر مازن الإبراهيمي، داخل في قسم هندسة تقنيات الحاسبات. عندي طبعا عندي مجموعة من المواد اللي أنا باخذهن منزلهن هذه السنة. راح اخذ المثال راح اطبقه على ماده امنيه الحاسبات والشبكات. لو تنزل جوا راح نلقي هذا اللي المواد ملاتي، هاي ماده امنيه الحاسبات والشبكات. حتى اضيف الماده لازم افتح العفو حتى اضيف المحاضره بداخل الماده لازم افتح الماده. فتحت الماده مثل ما تشوفون فارغه لحد الان، ما رافع اي محاضره لحد الان، ما رافع اي محاضره موجوده او رفعت ومسحت المحاضرات اللي ما كان اكو تفاعل بها. بدايه حتى ارفع محاضره لازم تكون عندي القابليه انه اعدل على الموضوع الاول او الموضوع الثاني او الثالث او الرابع. بالانجليزي طبعا اسمه توبيك 1 توبيك 2 توبيك 3 توبيك 4، بس راح ابقيها بالعربي، نكمل المحاضره بالعربي. حتى اعدل على هذين المواضيع لازم اروح لهذا المسنن، اضغط عليه واضغط على تشغيل التحرير. بالانجليزي turn editing on turn editing on، هذا بالانجليزي. بالعربي تشغيل التحرير، فراح اشغل التحرير. يعني شنو تشغيل التحرير؟ يعني اشغل المحرر، انه اقدر اشغل امكانيه شنو التحرير، التعديل بمعنى ادق. راح اشغل التحرير، اشغل المحرر بهذا الشكل صارت عندي الواجهة. شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ اللي تغير الموضوع الأول نذكر قدامه شنو؟ نذكر قدامه قلم، هذا قلم الرصاص. شنو معناته؟ معنى قلم الرصاص إنه أنا أقدر أضغط على قلم الرصاص وأقدر أضيف اللي أريده. على سبيل المثال راح أكتب المحاضرة الأولى بهذا الشكل. المحاضرة الأولى بين قوسين نكتب مثلا على سبيل المثال مقدمة في أمن الاتصالات، مقدمة في أمن الاتصالات. بمجرد ما انتهيت لازم أدوس على الزر انتر، تفعلت بهذا الشكل، تم التغيير بهذا الشكل. داخل هذه المحاضرة الأولى شنو اللي أريد أضيفه؟ أنا أريد أضيف محاضرة تفاعلية، أريد أضيف محاضرة تفاعلية مع الطلبة. زين، قبل لا أضيف محاضرة تفاعلية مع الطلبة لازم الطلاب يكون عندهم شنو؟ تكون عندهم هذه المحاضرة، يعني تكون عندهم هذه المحاضرة بصيغة PDF أو بصيغة وورد، حتى الطالب يكون عنده إمكانية قبل الدخول بالمحاضرة، الإمكانية أنه يطبع المحاضرة هذه، يبقيها عنده، يخليها عنده، يعني بمعنى أدق يتابع مع الأستاذ. فبداية ما راح نخلق محاضرة تفاعلية، لا، بداية راح نرفق بهذه المحاضرة ملف البي دي اف الخاص بالمحاضرة التفاعلية. شلون راح أضيف ملف البي دي اف أو ملف الوورد الخاص بهذه المحاضرة؟ جدا بسيط. طبعا إضافة نشاط أو مورد. بعد ما أضيف نشاط أو مورد راح أنزل، راح أنزل إلى خيار ملف، راح أنزل إلى خيار ملف. طبعا خيار ملف هو ملف، ممكن يكون PDF، ممكن يكون وورد، ممكن يكون مجموعة من الصور بهذا الشكل. ملف راح أقول له إضافة. عندما راح أضغط على الكلمة إضافة ايش راح ينطيني؟ راح يعطيني طبعا، راح ياخذني الى نافذه جديده. شنو اللي يريد من عندي بهاي النافذه الجديده؟ اللي يريده من عندي بهاي النافذه الجديده بمنتهى البساطه شغلتين رئيسيات. الشغله الاولى اسم الملف، واللي هو على سبيل المثال مقدمه في امن الاتصالات، هذا اسم الملف. ثاني شيء اللي هو هذا يعني نسميه عندنا بالحاسبات اوبشنال. يعني شنو اوبشنال؟ يعني ممكن تضيفه ممكن ما تضيفه، ما راح يأثر عندك. عبارة عن وصف. راح اكتب مثلا هذا الملف يتضمن اساسيات امن الاتصالات على سبيل المثال. هذا الكلام اللي ضفته
هذا الكلام اللي اضفته من الممكن اضيفه وممكن ما اضيفه، ما راح ياثر علي، ما راح ياثر علي، لكن في حال ضفته، في حال ضفته لازم تفعل هذه الخاصيه اللي هي اعرض الوصف في الصفحه، في صفحه المساق اعرضه. يعني ما دام ضفته معناها تريده يظهر للطلاب، حتى يظهر للطلاب لازم تعطي شنو، لازم تعطي عرض. فهسه مثل ما قلنا نحتاج بهاي الصفحه الاسم، اسم الملف، اسم الملف، وصف الملف، لكن هو هذا يعني مو شرط ضروري له. والشيء الثالث هو الملف نفسه. وين الملف؟ الملف على سبيل المثال انا مخليه على سطح المكتب، هذا يا مسميه لكتشر 1. يعني شنو لكتشر 1؟ يعني محاضره رقم 1. اكو مشهد المحاضره رقم 1 واسحبها، وين اسحبها؟ اسحبها على الجوجل كروم، وافلتها وين؟ افلتها بداخل هذا المستطيل. ما اقدر افلتها هنا ولا اقدر هنا ولا اقدر هنا، لا، بداخل هذا المستطيل. مثل ما تشوفون هذا المستطيل يتغير لونه الى الازرق، احمر. ما دام احمر معناها انت المكان اللي تريد تفلت المحاضره به خطا، لا، تفلتها وين؟ تفلتها بداخل المستطيل الازرق بهذا الشكل، واتركه للجوجل كروم يحمل المحاضره، اتركه يحملها. بمجرد ما ينتهي التحميل، طبعا اكو عندك حجم اقصى هنا محدديك احنا ب 256 بايت، ما تقدر ترفع اكثر من 256 بايت. بمجرد ما ينتهي تحميل المحاضره، نعم، بمجرد ما انتهى تحميل المحاضره حاليا راح انزل جوا اقول حفظ ومعاينه، او حفظ وعوده الى المساق. الافضل هي حفظ وعوده الى المساق. مثل ما تشوفون تم إضافة ملف المحاضرة، وتم إضافة وإظهار شنو الوصف الخاص بهذه المحاضرة. هذا ملف البي دي اف اللي يمكن الطالب شنو، انه يمكن الطالب انه يدخل المحاضرة ويشوف المحاضرة شنو وضعها او شنو هذه المحاضرة. نعم، بعد ما تم إضافة ملف المحاضرة اللي هو ملف بي دي اف عندي، اللي هو هذا ويا هنا، وين هذا ويا هنا على سطح المكتب، هذا الملف طبعا هو بعد ما اضفته للمنصه. هسه شنو اللي اريد اسوي؟ هسه اريد اخلي للطلاب، اخلي للطلاب طبعا هو هذا للطلاب، اخلي بعد للطلاب شنو؟ رابط. هذا الرابط شو يمثل؟ هذا الرابط يمثل المحاضره التفاعليه، يمثل المحاضره التفاعليه، من خلاله راح يقدرون يدخلون الى المحاضره التفاعليه. شلون راح اضيف رابط المحاضره التفاعليه؟ طبعا بمنتهى البساطه، ايضا اضافه نشاط هنا بداخل المحاضره رقم 1، هنا داخل المحاضره رقم 1، ما اروح لهنا اضيف اضافه نشاط او مورد، لا، بداخل المحاضره رقم 1 راح اضيف شنو؟ راح اضيف اضافه مورد. داخل اضافه مورد راح انزل ادور على شيء اسمه بيج بلو بوتون، اللي هو هذا بيج بلو بوتون. هذا البيج بلو بوتون هو خاص بشنو؟ خاص باضافه، خاص باضافه محاضره تفاعليه او جلسه تفاعلية بين الطلبة والأستاذ الخاص بهم. بمجرد ما أقول له إضافة، نفس الشيء راح يأخذني إلى صفحة فرعية أخرى. بهاي الصفحة الفرعية الأخرى أكو مجموعة من الخيارات، أكو مجموعة من شنو؟ من الخيارات اللي لازم نوقف عندها. أول شيء هو شنو؟ هو اسم الفصل الافتراضي. شنو هذا الاسم؟ شنو اسم المحاضرة؟ نفس الشيء، مقدمة في أمن الاتصالات، زين، مقدمة في أمن الاتصالات. هذا اسم المحاضرة. بعد ايش لازم احدد له؟ بعد لازم احدد له الموعد، موعد المحاضرة. اسم المحاضرة نحتاج نحدده، ونحتاج نحدد موعد المحاضرة، زين. مثل ما تشوفون هنا مكتوب ارسال اشعار. يعني شنو ارسال اشعار؟ هذا ارسال اشعار معناها راح يدز اشعار الى الطلاب، راح يدز اشعار للطلاب بموعد المحاضرة، دا يقول لهم تم إضافة محاضرة تفاعلية بالماده الفلانيه بالتوقيت الفلاني بهذا الشكل. المهم انه يدز او يرسل اشعار الى الطلبه، الى الطلاب المشتركين بهاي المحاضره. وين يدز لهم اياه؟ يدز لهم اياه من خلال المنصه ومن خلال الحساب الشخصي الخاص بهم. هذه اول شيء. ثاني شيء، المشاركون، من هم اللي راح يشاركون؟ من هم اللي راح يشاركون هنا بهذه المحاضره؟ اللي راح يشاركون هم اثنين. اللي راح يشاركون هم اثنين. الأول هو شنو؟ هو المشرف اللي هو حيدر مازن مكي، هو المشرف لازم يشارك. طبعا هو لا يكون مشرف، الصلاحيات ملاته، مو مشاهد،
مشرف بهذا الشكل. ثاني شيء وضع المستخدمين البقيه، وضع المستخدمين البقيه شنو وضعهم؟ مشاهد. من هم المستخدمين البقيه؟ المقصود بهم الطلاب. باقي يعني باقي المستخدمين شنو وضعهم؟ الوضع مالتهم هم مشاهدين. فتم ضمهم المن الى هذه الجلسه الافتراضيه، تم الضم. تمام، ممكن اضيف بعد؟ اي نعم ممكن اضيف بعد. من هم اللي ممكن اضيفهم؟ مستخدم مثلا جديد يريد ينضم الى الجلسه، ما على سبيل المثال يعني شخص مثلا من جامعه القادسيه او من جامعه بغداد يحب ينضم الى هذه الجلسه، شلون اضمه؟ اضمه من خلال انطي يوزر وباسورد، يوزر وباسورد، واضمه من خلال هذا الشيء، اضافه واضيف هذا الشيء، او اضيف هذا الشخص، احدده واضيفه. المهم حاليا ما نحتاج هذا الشيء، حاليا نحتاج الاستاذ ويكون مشرف، وحاليا نحتاج شنو؟ الطلاب بصفة شنو؟ بصفة مشاهد. فنعيد من البداية، نحتاج نحدد اسم المحاضرة، نرسل إشعار للطلاب، وضع المحاضرة أو وضع المشاركين بها هو حيدر مازن مكي راح يكون مشرف، أي راح يكون أستاذ، ووضع باقي الطلاب راح يكون مشاهدين. الشيء الثالث اللي لازم نحدده اللي هو جدول الجلسة. جدول الجلسة، بجدول الجلسة نقدر نحدد التاريخ، الوقت، التاريخ والوقت. نقول له تمكين، تمكين. زين، محاضرتي شو وقت؟ على سبيل المثال محاضرتي راح تكون، على سبيل المثال محاضرتي راح تكون يوم الأربعاء القادم فرضا، يعني يوم 16، راح أغير 16 كانون الأول، طبعا راح تنتهي بنفس اليوم 16 كانون الأول، هذا التاريخ، تاريخ البدء 16 كانون الأول، تاريخ الانتهاء 16 كانون الأول أيضا. زين، ساعة بيش تنتهي؟ راح تبلش الساعة بثمانية ونص، وراح تنتهي الساعة بالعشرة ونص، بهذا الشكل راح تنتهي الساعة بالعشرة ونص. ايش راح اقول له؟ راح اقول له حفظ وعوده الى المساق، بهذا الشكل. بهذا الشكل تم اضافه المحاضره التفاعليه عن طريق تحديد ثلاث امور رئيسيه. اول شيء حددت اسم المحاضره التفاعليه، ثاني شيء حددت الوقت مالتها، ثالث شيء حددت الصلاحيات مال المشاركين. مثل ما تشوفون بالمحاضره الاولى ايش ظهر عندي؟ ظهرت عندي ملف البي دي اف، وظهر عندي الموقع او الرابط او المكان مال الجلسه الافتراضيه. زين، يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الساعه 8:30، مجرد ما اروح اضغط على هذا الرابط بجيب له بوتون، فش راح ياخذني؟ راح ياخذني لهنا. مثل ما تشوفون هسه الانضمام مفتوح، ايش وقت راح ينفتح الانضمام؟ الساعه 8:30 يوم 16 كانون الاول، اللي يصادف يوم شنو؟ يوم اربعاء. فهنا انا ما راح اقدر انضم لهذه الجلسه لحد ما يجي هذا التاريخ، يعني حد ما يجي الأربعاء القادم يلا أقدر أنضم لهذه الجلسة. أتمنى يكون الشرح وافي بالنسبة لكم، وشكرا لحسن استماعكم. مع السلامة.